كذلك التقى سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية معالي ماورو فييرا وزير خارجية جمهورية البرازيل الاتحادية، وجرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة برازيليا ضمن جولة سموه في عدد من دول أمريكا اللاتينية والكاريبي، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في إطار الشراكة الاستراتيجية بين البلدين. وبحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ومعالي ماورو فييرا التعاون المشترك بين دولة الإمارات والبرازيل في إطار مجموعة بريكس، وأكد سموه على أهمية التعاون المشترك في إطار هذه المجموعة التي انضمت إليها الإمارات مؤخرا. كما اطلع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان معاليه على استعدادات دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف كوب 28 في نوفمبر المقبل. واتفق الوزيران على أهمية كوب 28 في دفع آفاق التعاون الثنائي في ملف التغير المناخي وتحقيق تحول نوعي في مسار العمل المناخي العالمي.